مركز التعليم الإلكتروني بجامعة الأمير سلطان يقدم هذا الفيديو عن كيفية إنشاء فصل إلكتروني باستخدام تقويم جوجل. بعد تسجيل الدخول إلى مودل، قم بفتح صفحة المقرر الدراسي الذي ستقوم بإنشاء الفصل الإلكتروني له. في صفحة المقرر، قم بفتح قائمة التنقل أعلى يمين الشاشة، ثم قم باختيار المشتركون. من صفحة المشتركين، قم بتحديد الكل، ثم قم باختيار تحميل بيانات الجدول كمايكروسوفت أكسل، وبذلك سيتم تحميل معلومات الطلاب على هيئة مايكروسوفت أكسل. قم بفتح صفحة أكسل، ثم قم بتحديد ونسخ إيميلات الطلاب ليتم إرسال دعوة الفصل الإلكتروني لهم. بعد نسخ الإيميلات، قم بفتح جوجل، ثم قم بفتح قائمة التطبيقات واختيار التقويم. من صفحة التقويم، قم بالنقر على تاريخ الفصل الافتراضي لإضافة موعد، وقم بإعطاء اسم لفصلك الافتراضي، ثم قم بتحديد موعد الفصل الافتراضي، ثم قم بالنقر على عدم التكرار واختيار مخصص ليتم تحديد عدد المرات التي سيتكرر فيها الفصل في الأسبوع وفي أي يوم، ثم انقر تم. بعد إعداد الموعد، قم بالنقر على إضافة مؤتمر فيديو لإضافة رابط لفصلك الافتراضي، ثم قم بتحديد موعد إرسال إشعار الفصل الافتراضي. لضمان عدم دخول غير طلابك الفصل الإلكتروني، قم بإيقاف خيار دعوة الآخرين، ثم قم بإضافة البريد الإلكتروني لطلابك في حقل المدعوون، ثم انقر حفظ وإرسال ليتم إرسال الرابط كبريد إلكتروني للطلاب. وبذلك سيتم حفظ الفصل الافتراضي في التقويم الخاص بك. بإمكانك تعديل إعدادات الفصل الإلكتروني عن طريق النقر على الفصل الإلكتروني، ثم النقر على تعديل الحدث. بعد ذلك، قم بإجراء التعديلات اللازمة، ثم انقر حفظ، ثم قم باختيار هذا الحدث وجميع الأحداث اللاحقة، ثم انقر حسناً. وبذلك تم التعديل على الفصل الافتراضي. نشكر لكم حسن المتابعة، نأمل أن يكون هذا الفيديو ذا فائدة، نرجو عدم التردد في التواصل معنا عن طريق الإيميل الإلكتروني لأي استفسار.